على طريق الساحل الغربي وتحديدا من المخا الواقعه تحت سلطه ميليشيا طارق تسير هذه العربات العسكريه صوب عدن لماذا وما هي المهمات الموكله لها وما سر تحركها في هذا التوقيت لا اجابات واضحه حتى الان لكن اسمها يفصح كثيرا عن توجهها الويه العمالقه الاعلام المحموله تؤكد انها مسانده للمجلس الانتقالي وهذا الرتل الكبير من الاليات ياتي وفق المركز الاعلامي لقوات العمالقه كتعزيزات عسكريه الهدف منها تامين المحافظات الجنوبيه في اطار محاربه ما اسماه بيان العمالقه بالتنظيمات الارهابيه التي تسعى للعوده الى عدن لغه بيان العمالقه وفق مراقبين تشير الى ان تحركاتها تتناغم مع الاجنده الاماراتيه حيث تقدم ابو ظبي نفسها للعالم كدوله مكافحه للتنظيمات الارهابيه في اليمن وفي ظل تصنيف الامارات للجيش بانه ارهابي اثناء قصفه بعدن فان تعزيزات العمالقه افصحت عن اعلانها الحرب الواضحه ضد القوات الحكوميه التي تفكر باستعاده العاصمه المؤقته من ميليشيا الامارات تتكون العمالقة من أكثر من عشرة ألوية بقوام يزيد عن خمسة عشر ألف فرد وبعقيدة سلفية وتمويل وتسليح إماراتي أنشئت في البداية بهدف مواجهة ميليشيا الحوثي وقد استطاعت ضمن ما يسمى بالقوات المشتركة من تحرير مناطق في تعز والحديدة لكن المعركة مع الحوثي توقفت فجأة بعد توجه الإمارات نحو ما أسمته باستراتيجية السلام السلام الذي ثبت أقدام ميليشيا الحوثي بالحديدة وسلم عدن لميليشيا الانتقال وقصف قوات الجيش على مداخلها